هلا نيجي لمشكلة عالمية جدا، هي المشكلة الثالثة اللي اسمها الاحترار العالمي اللي كلنا بنسمع عنها. بس هلا الاحترار العالمي بدك اياك تفهم شغلة واحدة بس. هلا بالبداية احنا في عنا ملوثات الهواء، هاي اللي بتكون قريبة من السطح. هاي الملوثات رح تعمل على امتصاص أشعة الشمس، الحرارة لما تمتصها بتخزنها جواتها، ما بتعكسها، ما بتوديها لأي مكان ثاني. فهذا رح يعمل على انه بتزداد درجة الحرارة، لانه رح تحبسها في بهذا المكان قريبة منا، فدرجات الحرارة رح تزداد. هاي الظاهرة بنسميها ظاهرة الدفيئة، اللي هي حبس الحرارة في الهواء القريب من سطح الأرض، تمام، طبعا في الغلاف الجوي. هلا هذا كله المسؤول عنه اللي حكينا عنه الحصة الماضية، اللي هي الغازات الكلوروفلوروكربون والسي اف سيز والأكاسيد المختلفة، تمام. هلا هذا في شو بده يأثر علينا، في شو بده يأذينا؟ هذا كله مع مرور الزمن رح يؤدي إلى ظاهرة بنسميها الاحتباس الحراري أو الاحترار العالمي، اللي هي عبارة عن إنه سطح درجة حرارة الأرض كلها ككل رح تزداد بمقدار 6 من 10 سلسيوس. فعليا هي ازدادت، فعليا هي ازدادت 6 من 10 سلسيوس، واحتمال توصل ل1.5 ل4.5 بالسنين اللي جاية. هلا بتحكي لي مستر شو يعني وين المشكلة، خليها تزداد، ما كثير بسيطة الدرجة. لا بس مش بسيطة أبدا. هلا هذا لما يصير على مستوى العالم، في شو راح يأثر علينا؟ راح يأثر بشكل واضح جدا على الأقطاب، الجليد اللي هناك شو راح يصير فيه؟ طبعا راح ينصهر، تمام. لما ينصهر وين بده يروح؟ بده يروح على المحيطات. هلا المحيطات هاي مش راح يزيد من منسوبها المياه بشكل عادي، لا راح تعمل فيضانات، راح تكون كمية المياه اللي بتدخلها كبيرة جدا، وراح تؤدي إلى إنها بتتمد لا وتوصل لعند المدن الساحلية، وبالتالي إنها راح تلغي معظم المدن الساحلية لأنها راح تمشي عليها. فهاي عبارة عن مشكلة كثير كبيرة بتواجه العالم والكل خايف منها.